على التليفون. ازيك يا عمده؟ كريم. ازيك كريم وازيك يا علاء؟ انا بس داخل عشان اوضح حاجه واحده بس. طب. يعني انا اسف لان احنا ممنوعين ان احنا نتكلم. ايوه. انا يعني بقول هارد لك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه لان هم ادوا النهارده مباراه جيده. انا بعتذر لحسام غالي بالذات على ضيع ضربه جزاء الاخرانيه، وانا المسؤول مسؤوليه كامله عن ضيع ضربه جزاء الاخرانيه اللي المفروض كنت انا اللي ادخل اشوط، لكن انا نفسيا وذهنيا ما كنتش قادر ان انا ادخل اشوط ضربه جزاء، وانا قلت الكلام ده لكابتن وائل جمعه قبل ما انزل، وبعد ما نزلت قلت للعيبه في الملعب، فانا بعتذر له تماما، ويعني انا اللي مسؤول مسؤوليه تامه عن ضربه جزاء. لا معلش علاقه وتوفيق يعني. انا بس معلش عشان احنا ممنوعين ان احنا نتكلم. انا أي. بس حابب اوضح ده، وانا بعتذر لحسام غالي شخصيا ان انا حطيته ان هو دخل يشوط مكاني، ممكن يكون هو ما كانش مستعد او ما كانش جاهز، فانا قلت له ادخل يشوط مكاني، فانا بعتذر له وبعتذر لجمهور النادي الاهلي واللعيبه ومجلس الاداره. شكرا. ماشي. انا معلش انا لا ولا يهمك يا عماد. ماشي ولا يهمك. ماشي يا عماد. يعني هو حتى عماد نازل مش مؤهل نفسيا. هو عماد حاسس يعني احنا قاعدين بنتفرج على الماتش حاسين ان في حاجه بين الراجل وعماد، يعني بس على حساب الفرقه بالظبط. يعني مع احترامي لعماد وكلامه طبعا، يعني اللي انت ما يعني عماد عندك عماد متعب، طب بلاش عماد، عندك صلاح الدين سعيد اللي انت بتلعبه، واحنا بظهر بقاله 3 شهور انت ولا خدته معاك المغرب لسه بنتكلم، ولا خدته معاك رواندا، ولا لعبته قوي اي ماتش، ده انت كان بره السكور 4 ماتشات. انا مش بقول الكلام ده برضو تاني وتالت ورابع، احمد عبد الظاهر انا من اللعيبه اللي بعشقهم ولاعيب مميز جدا، بس الراجل اللي بعده وتيجي في ماتش المغرب تطواني اللي هو الفريق اللي انت يعني مش هقول قوي ولكن هقول اللي هو يعني ها خسرنا 1-0 وعايزين نكسب هنا في مصر، تروح حاطط احمد عبد الظاهر بادئ بيه وسايب عماد متعب اللي كان بيلعب او صلاح الدين سعيد. بص يا كريم، مش عارف انا مستغرب بصراحه، وازاي برضو الجهاز اللي معاهم في النادي الاهلي ساكت. ما علينا. علي ماهر واحمد ايوب يعني هم طب